مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مع ماريا من مدينة الدار البيضاء. إذا نبغي نعرف رأي المواطنين المغاربة حول الدعم اللي يخرج من وزارة الثقافة مجموعة من الفنانين المغاربة واللي خلق واحد الضجة اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام، وكذلك خلق ضجة بين الفنانين المغاربة اللي مستفدوش. إذن زينب كتقول طبعا دعم غير مستحق، حسنا هادشي ماشي معقول. أم محمد سلام إذن نبغي آراءكم كاملين مشاهدينا. حول الموضوع شنو الرأي ديالكم في الدعم اللي خرج مجموعة من الفنانين؟ يعني كنشوف أن مجموعة من الفنانين كبقى فيهم الحال لأنهم دفعوا للدعم وما استفدوش، وكاينين فعلا فنانين اللي كيشتغلوا في الأوركسترا يعني مساكن ما استفدوش وعندهم الوليدات ديالهم، يعني تبعهم مصاريف وعدة أشياء ما استفدوش من الدعم. شفنا الخرجات ديال بعض الفنانين كلطيف رأفت، عصام وشما، الشحتمان، إيهاب أمير، يعني اللي علقوا على الموضوع. فؤاد كيقول شي وحدين يأكلون نار في بطونهم لأنها أموال الشعب، ومنهم فل من اليتامى وفل من اليتامى، المال سيب كيعلم السرقة. يوسف كيقول فنانة واكلين الدق. سفيان كيقول هادشي حشومة، والله كتير داكشي عليهم. يعني كنشوف لي كومونتير، يعني كاع الناس طالع لي الدم، طالع لي الدم، معجبهمش الحال الدعم اللي خرج. اذا اسماء بن خالد كتقول انا شخصيا ضد، لانه المتضرر الوحيد هو الطبقه الهشه، فنانين ما كنضلش يتاثروا، لا حول ولا قوه الا بالله. اش داروا لينا هاد الفنانة؟ الحمد لله جات في المغربي وقالت ما يخاف بعض الذكور. قولوا تحياتي للطيف رأفت، كنتي ولا زلتي رائدة من الغود في الغيورين، ولست ممن يدخلون نظر التسويس او طعام اخرون. زينب كتقول هناك من يستحق الدعم اكثر من هؤلاء، هناك اسر معوزة لم تستطع توفير حتى الأدوات المدرسية لأبنائهم، عاملين قطاع الصحة، والذين لم يتوصلوا بأي تعويض أو دعم. الناس دي الآن وفين الدعم المواطن المتضرر في زمن كورونا؟ إذا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل شيء الناس تقريبا كنشوف أنهم مقلقين من هذا الموضوع، لكن فقط كاين بعض الفنانة اللي كانوا يستحقوا أنهم ياخذوا الدعم وما خداوش، كيف ما ذكرت في الأول اللي كيدير الدقة المراكشية راه فنان، اللي كيخدم في عيساوة راه فنان، واللي كيخدم في اوركسترا في العراسات ولا الامداح ولا اي حاجه فهو فنان. كاينين اللي مساكن باعوا لي الماتريال ديالهم، ويعني كل شيء. مساء الخير سي خالد خويا.
وكاين اللي خد الدعم كيف ما راه ذكروا مجموعة من الفنانين، كاين اللي واخدين الدعم ما يستحقوش ياخدوا الدعم، وكاين اللي خد يعني نشوفوا الرسائل ديال المواطنين المغاربة كيف ما وصل الشحتمان دابا كذكرى وسولته على انه دفع الدوسي ديالو وما استفدش، وكيقول ان كاين بزاف ناس استفدوا رغم انه هو خدم اغاني فيها رسائل خصوصا في الراب. شفنا الخرجة ديال إيهاب أمير عبر صفحته الخاصة بالإنستغرام، أنه قال أنه ده دخل في إنتاجات وما باغيهمش، وفي الأخير ما استفدش من الدعم، 10 شهور هو جالس بلا خدمة. حمدة صراف بخصوص الفنانة الأمازيغيين، ما كاينش اللي تفكرهم كاع حشومة، واش هما ماشي مغاربة؟ بالعكس، فنانين أمازيغيين مغاربة، والدليل يعني كاين فنانين امازيغيين اللي معروف، الله يرحم السي محمد درويشه، تحيه لله، تحيه فاطمه، عيشه التشينويت، مبارك الديب، امغران العربي، يعني مجموعه من الفنانين المغاربه، فاطمه تيتريت، مجموعه من الفنانين المغاربه امازيغيين راهم فنانين وباصمين الاسماء ديالهم في الساحة الفنية المغربية وكذلك العربية، وكيمشيو مجموعة يعني من البلدان والمدن وكيخدموا ما شاء الله، وأغانيهم كتلقى كل شيء حافظة ما شاء الله. بالعكس، تهما عندهم حق أنهم يستفدوا من الدعم وتكون التفاتة ليهم دائما. أنا شخصيا كنعشق شي حاجة سميتها الأمازيغية، وكنتعلم اللغة الأمازيغية والحمد لله تعلمت فيها بزاف، ومعمر إنسان يبقى يدير العنصرية ديال هادو عروبية، هادو أمازيغ، هادو شماليين. لا، احنا كلنا مغاربة، كلنا كنمثلو دولة واحدة، وخصنا نكونو نبغيو بعضياتنا ونعطيو الاحترام لبعضنا، لأننا كلنا بحال بحال، بحال اللون الأسود، بحال الأبيض، بحال الأخضر، بحال الأحمر، حتى شي حاجة ما فيها اختلاف. منبقاوش نختلفوا مع بعضياتنا في لون البشرة أو لا في اللهجة أو لا في الطريقة ديال الهضرة أو لا. انت دكالي انا رحماني، يعني كل شيء بحال بحال. الناس كتموت في هذه الشعيبية البصير، الناس كتموت في السبيطارات ما لاقينش حتى اسبرومة يتشتوا بالفلوس. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني بزاف ناس كيقول لك ان الفنان ما عندوش الحق يستافد، يعني ما محتاجش الاستفادة من الدعم، خصو الشعب يستافد. يعني بزاف الناس ما متفقينش. خالد المرضي، الفنانة اللي مرضين وما عندهمش باش يداوا، وما اكثرهم حتى واحد ما شاف فيهم. تحياتي لك اخت مريم، شكرا على هذا الفسح اللي كتخلينا نخرجوا غير شويه من داكشي اللي كيضرنا في خاطرنا. وبغيت نقول لك ان صوتك اذاعي بامتياز ما شاء الله. شكرا اختي زينب، الله يطول عمرك حبيبه ديالي، والله يدير لك اللي فيها الخير وجميع المسلمين. شكرا لك بزاف. وافقت زينب راه سبق واشتغلت في احدى الاذاعات الخاصه 3 سنين ونص، يعني كنت كندير برنامج يعني صوت اذاعي تكوني سمعتيه من قبل. كذلك اشتغلت في احدى الاذاعات الخاصه واحده اخرى لمده سنه، يعني 4 سنين ونص او 5 سنوات ديال الاذاعه. كاين اللي هذا سامي سام، كاين اللي ملاقي ما ياكل باي صفه ياخذ الملايين كيصنعوا الصواريخ. الدولة الإسلامية للأسف. شكرا ليك، الله يحفظك. تحياتي لعز ماريا، شكرا لهاندا صرف أغلو، مرحبا اختي، هذا واجب أقل حاجة.
قراءة ملولين، ولكن مع الأسف هل الظرف يسمح بالدعم للفنانين باش تفرق مليار بالناس من يوم سقط على راسي في منتصف السحاب الثاني مع الأشباه الفنانين المنتج؟ الفلوس ما خصهمش يتعطاو، والفنانين خصهم يتعطاو مساكين. اذا كنشوفوا انه الناس يعني ما راضينش على الدعم اللي تصرف ليهم الفنانين، كيطالبوا انه يكون المساكين هما الاول. فكنتمنى من عز وجل ان الوباء يطفى علينا والناس ترجع تخدم، ما تحتاج حتى شي حاجه. كنتمنى انه الدعم اللي يخرج الفنانين يخرج لشي فنانين اللي بصح ما عندهمش، اللي بصح مأزمين. راه شفنا في لا ليست كاين فنانين اللي كنعرفوا انهم عايشين في الفيلات وعندهم السيارات الكبيره وعندهم فلوس، فما يمكنش انهم يستافدوا من الدعم. الدعم كيخرج الفنانين اللي بصح ما عندهمش، كيف ما قريت في بعض التعاليق الناس اللي مساكن كيخدموا في العراسات، اوركسترا السربايه ديال العراسات، العيالات اللي كيغسلوا مساكن في عراسات الميناج، او اللي كطيب يعني اللي عندها مدخول كيدخل ليها غير من العراس او للسبوع او للطهاره. فللاسف فجات كورونا ما بقاتش الخدمه بزاف. كنتمنى انه الوباء يطرف علينا ورجعوا الناس يخدموا. كنتمنى ان الدعم يمشي للفنانين اللي بصح ما عندهمش، كيف ما ذكرت عيسى والدقر مراكشية صحاب الامداح، هادو كلهم كيشتغلوا غير في المناسبات وفي الاعراس، فالاكيد انهم تحرموا. كنتمنى ان الدعم يكون تعطى الناس اللي بصح محتاجين واللي كيستحقوه، ولان الشعب محتاج هو بزاف ديال الحوايج. والناس كي اللي مراقيش مسكين حتى خبيزة ياكلها مع وليداته. فكنتمنى من الله عز وجل يا ربي هاد الوباء يطرف علينا، رجعوا لحياتنا الطبيعية. ويعني حتى الدعم خرج الفنانين، فتا بعد مثلا الشباب اللي جالسين من الخدمة او اللي جلسوا من الخدمة، كاين شباب اللي تم الطرد ديالهم من العمل بدون اي سابق انذار، ومساكن يعني كيعيشوا التشرد ويعيشوا الفقر بعد ما كانوا يعني كارين ووليداتهم وكذا. فين يديو الولاد؟ فين يعني اشياء كثيره اللي غتخلي مشاكل يوقعوا الا ما عرفناش نخدموا بقلبنا وبحبنا العمل ديالنا وحبنا الله عز وجل اللي كيعطينا القوه باش نقدروا نصبروا ونقدروا نتماشاو مع الدنيا. يعني كنتمنى شكرا ام محمد امين الله يخطيك عفيفه ديالي حسيتي بيا. فكنتمنى من الله عز وجل انه الوباء يترفع علينا يا ربي ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ويكون كل شيء على ما يرام. شكرا لكم مشاهدينا، انتم مع المتابعه، وان شاء الله باذن الله نتلقاو في بث اخر وموضوع اخر ربي ان شاء الله في نفس التوقيت ونناقش موضوع اخر. ونتمنى يا ربي انه الناس يدعيوا ويكثروا من الدعاء لله عز وجل ان الوباء يترفع علينا في اقرب وقت ويرجعوا لحياتنا الطبيعيه. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا، نتلقاو غدا ان شاء الله في نفس التوقيت. الى اللقاء.